السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. من بعد ما تكلمنا في الفيديوهات السابقة والأخيرة على لي كورون ليتيغيغ و لي كورون فيلوزوفيك أو التيارات الفلسفية والأدبية، في هذا الدرس هذا غادي نتكلمو على واحد الجونغ ليتيغيغ اللي هو التياتر أو لا المسرح. غادي نتعرفو على التعريف ديالو، نشوفو التعريف ديالو، نشوفو ليستواغ ديالو أو التاريخ ديالو، الأنواع ديالو والقواعد ديالو. نفوتو ونتعرفو على الديفينيسيون. لو تياتر هي تيم فورم ليتيغيغ بيان بريسيز إليس كولون نابيل أن جونغ إي سو ديستانغ دي دو زوطخ غران جونغ لو رومون إي لا بويزي. لو تيرم تياتر فيان دي غريك تيوريا كي سينيفي أكسيون ديكزاميني. يعني التياتر أو المسرح هو واحد الشكل أدبي على غرار الغومو والبويزي، يعني الغومو والشعر، هذه من الناحية الشكلية ولا المضامينية يعني كيختلفوا. وكاين دي جون دي زوتر جون ليتيغير، ولكن هادو اللي باينين بزاف. والتياتر هي واحد الكلمة يونانية في الأصل ديالها، يعني ماشي شي حاجة جديدة. فيلسوف غريك دي 4 سيكل افون جيسي كريس، ارسطوط افيرم دون سا بويتيك كو لو تياتر اي بور لي سبيكتاتور ليميتاسيون دين اكسيون فيت بار دي بيرسوناج اون اكسيون اي نون بار لو مويان دو لا ناراسيون. يعني الفيلسوف ارسطوط اللي هو غني عن التعريف عرف ان التياتر ولا المسرح على انه واحد التمثيل يقوم به او تقوم به الشخصيات عن طريق أعمال وأفعال، يعني على عكس ما يقوم به الأنواع الأدبية الأخرى عن طريق السرد، يعني الكتابة والسرد، وإنما المسرح يكون عن طريق التمثيل. يعني هذا هو التعريف الملخص للمسرح أو للتياتر. نفوتو نشوفو لي جونغ إي ليستواغ دي تياتر، يعني الأنواع ديالو وليفوليسيون أو التطور ديالو عبر العصور. سي لو سيكل دي كلاسيسيزم كي سانسبير ديريكتومون دو لونتيكيتي غريك و لاتين بريفير لا تراجيدي. لو 18 سيكل ا اون بريديليكسيون بور لا كوميدي بروبر ا اكسبريمي سو كوفير دي رير لي زيدي ريفوليسيونير دي سيكل دي ليمير. يعني إلا كان القرن الكلاسيكي أو الاتجاه الكلاسيكي أو التيار الكلاسيكي اللي هو تقليد الأعمال ديال لونتيكيتي، إلا كان كيف طلنا لا تراجيدي، فإن القرن 18 اللي هو عصر الأنوار اللي تعرف عصر الأنوار فضلنا الكوميديا ولا المسرح الكوميدي، وسطروا على هاد المصطلحات تراجيدي اللي هو جونغ أو نوع ديال التياتر، وكوميدي تا هو نوع آخر، وسطروا على التواريخ يعني كلاسيسيزم والسيكل دي ليمير. الفوتو apparaît aussi vers la fin du XVIIIe siècle un nouveau sous-genre, le drame bourgeois, dont l'instigateur est Denis Diderot, qui modifie les frontières jusqu'alors rigides entre la comédie et la tragédie. Fini à l'âge 18, c'est alors le tarif Aydan qui donna ce genre le drame bourgeois, c'est-à-dire un autre genre من الأنواع المسرحية، يعني كالتراجيديا أو الكوميديا، هذا درام بورجوا. لو درام رومانتيك دي 19 سيكل فيا أنكور بريزي لي ريغل كلاسيك أون ميلون تو لي جونغ إي تو لي طون. في القرن 19 كيجي لنا واحد النوع آخر ديال التياتر اللي هو الدراما الرومانسية، واللي رست لنا كاع القواعد الكلاسيكيه، يعني انتقدت الاشكال الكلاسيكيه. او 20 سيكل لا ديفيرونس سيستون بو ابونتر لي جونغ تراديسيونيل لو تياتر دي دي لو تياتر دو لابسيرد او نوفيل لي فورم تياترال. في القرن 20 بدا التصالح ولا ما بين الأنواع التقليدية اللي ظهر بعدها المسرح ديال الأفكار
ومسرح لعباتي اللي غيرونا او لا موديفيا في الاشكال المسرحية. يعني هادو هما الانواع ديال التياتر، قلنا تراجيدي كوميدي درام بورجوا درام رومانتيك تياتر دي دي تياتر دو لابسيرد، وكل واحد جانا في واحد التاريخ محدد وبواحد القواعد محددة، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون. نفوتو ونشوفو لسباس اي لو طون او تياتر، يعني الزمان والمكان من داخل المسرحية. il faut bien distinguer temps de la représentation et temps de l'histoire, c'est-à-dire la durée des actions qui se déroulent sur la scène et correspondent au texte des répliques et le temps de l'histoire vécue par les personnages. هنا من ناحية لو طون خصنا نفرقو ما بين زمن عرض العرض والزمن ديال القصة. يعني la représentation اللي هو زمن العرض هو داك المدة اللي كتعرض فيها المسرحية، يعني جوج سوايع تلات سوايع، المهم المدة اللي كتمشي فيها المراحل المسرحية. على عكس طون دو ليستوار هو داك الزمن اللي كيكون اللي غير كيتذكر. يعني المسرحية تقدر تكون فيها ثلاثة سوايع ولكن القصة ديالها تكون فيها 10 سنين أو أكثر، يعني كيتحدد لنا من خلال الأيام الأشهر السنوات، يعني كيتذكر من داخل القصة، يعني على غرار طون دو لا بريزونطاسيون اللي هو العرض وقت العرض ديال هاد القصة. نكملو دو ميم il ne faut pas confondre espace dramatique et espace scénique. Le premier renvoie à la scène du théâtre, alors que le second renvoie au lieu mentionné par les personnages dans leur réplique. Ça, l'espace, à l'al-makan, l'espace dramatique ou l'espace scénique. Et non, l'espace dramatique, ou la scène, ou la scène du théâtre, لكن الاسباس سينيك فهو يشير الى الاماكن اللي ذكرها لي بيرسوناج او الشخصيات في الاقوال ديالهم وفي القصة اللي مثلوها او اللي عرضوها. الفوتو نشوفو لي ريغل دي تياتر، نبداو بلا فريزومبلونس اي لا بيان سيونس. لا فريزومبلونس، au théâtre, ils doivent jouer ce qu'ils croient et respecter la crédibilité de la scène en ne faisant pas n'importe quoi. Mais maintenant, cette القاعدة هذه تقول لنا أنه يجب أن يكون العمل الدرامي ذا مصداقية، لأن العقل لا يتفاعل مع أشياء لا يؤمن بها. وكذلك القصة يجب أن تبدو قابلة للتصديق ولو لم تكن حقيقية، مهم تكون من الواقع، لكن يمكن أن تحدث في الواقع. أيضا لا يسمح بأي تقلبات أو ردود فعل خيالية من داخل هذه القصة أو هذه المسرحية. الفوتو ونشوف لا بيان سيونس consiste à respecter des normes de conduite afin de ne pas choquer les spectateurs. Ils ne doivent pas montrer de nudité ni de signes de mort, etc. Cette قاعدة de الملائمة تؤدي إلى الامتثال للعادات والاتفاقيات. من ناحية يجب أن تكون التصرفات ومشاعر الشخصيات متسقة مع أدوارهم، يعني داك الشيء يكون مقاد. ومن ناحية أخرى لا يمكن لكاتب المسرحية أن يظهر مشاهد صادمة أمام الجمهور كالمعارك القتل العراء الانتحار etc. هذه المشاهد لا تلعب من طرف الشخصيات لكنها تصل إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة، يعني ما كيلعبوش هاد الأدوار أو هاد
لي زاكسيون ما كيلعبوهمش امام الجمهور او لما كيمثلوهمش امام الجمهور، لكن كيوصلوا بطريقه غير مباشره. مثلا احدى الشخصيات تخبر شخصيه اخرى باندلاع مع ركامه او لا بقتل احدهم لشخص اخر اتسيتيرا، يعني ما كيبقاش القتل من داخل لاسين امام الجمهور. هذا هو البيان سيونس، نفوتو ونشوفو لا ريكل دي تخوا زينيتي، يعني تاعدو من القواعد. لو تياتر كلاسيك ا تونتي دو فير كوانسيدي او ماكسيمو لو طون دو لا ريبريزونتاسيون اي لو طون دو ليستوار ليسباس سينيك اي ليسباس دراماتيك، il a appliqué la règle des trois unités. À des trois unités, on a l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. L'unité de temps, la pièce ne doit pas dépasser 24 heures. Yani la pièce ou la démonstration marche de 24 heures. Yani le maximum 24 heures. Adou l'unité de temps, li wa qaida oula. L'unité de lieu, l'action doit se dérouler pour un seul lieu. Ça, l'action se déroule pour un مكان واحد, يعني مكان محدد واحد. ماشي بزاف ديال الاماكن، يعني هادي واضحه حتى هي. عندنا لا ريغل الثالثه اللي هي لينيتي داكسيون. Une seule intrigue, une seule histoire, afin que l'illusion théâtrale soit la plus grande. يعني نفس القصة أو لا قصة واحدة ومغامرة واحدة، أو لا يعني كتكون داك العنصر الخلل واحد، يعني ما كيكونوش معاه فروع، كتكون قصة واحدة باش محددة، يعني بحالها بحال اللي هي مكان واحد قصة واحدة وما تفوتناش 24 ساعة او ماكسيمو. يعني هادو هي لا ريغل دي تخوا زينيتي. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على المسرح، على التاريخ ديالو والانواع ديالو والقواعد ديالو. وبهذا كما قلنا وصلنا لنهاية الفيديو، على امل اللقاء بكم فيديو جديد ودرس جديد. والفيديو الجاي غادي نتكلموا على ليكسيك دو تياتر، يعني المعجم التياتر، داك المصطلحات اللي متعلقة بالتياتر، باش نزيدو نضبطو الأمور مزيان في هاد الجونغ ليتيغيغ. وما بقى لي إلا نودعكم، واللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك باش يتوصل بالفيديوهات الجدادين، وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. ومع السلامة.